السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. نسألكم الدعاء شيخنا. الله يكتب لنا ولكم التوفيق. دعاء شيخنا اللهم ما أصبح به من نعمة أو بأحد من خلقه. نعم. هل هذا الدعاء صحيح ونقوله في أذكار الصباح والمساء؟ أعد. دعاء اللهم ما أصبح به من نعمة أو بأحد من خلقك. اللهم ما أصبح به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لا شك أن الكلمات طيبة ونافعة، ولكنها لم تثبت بالسند إلى رسول الله، فالسند ضعيف.